اهلا وسهلا، تحيه طيبه، مرحبا بكم معنا في برنامج صحتك والطبيب. سيتنا ان البرنامج كيبدا من 4 ونص ل 5 ونص العشيه. اليوم اختارينا باش نبداوه من 4 ديال العشيه رفقه اخصائيين اللي حاضرين معنا لمناقشه حقيقه فيروس كورونا والوقايه منها. حاضره معنا لمناقشه الموضوع الاستاذه مريم القاسمي، اخصائيه في التغذيه. اهلا بك استاذه، مرحبا. كذلك حاضر معنا الدكتور فؤاد كمال، اخصائي في الاعشاب الطبيه والعطريه بمدينه مكناس. اهلا وسهلا دكتور. مرحبا. والدكتور محمد بلقادي شكري، صيدلاني واخصائي في التغذيه الطبيه. اهلا وسهلا، مرحبا بك. اذا قبل ما نناقشوا الموضوع غادي نستمعوا لهذا الروبورتاج ثم نعود لنواصل معكم برنامج صحتك والطبيب. السلام عليكم، معك اذاعه مدينه اف ام. بغينا نعرفوا الراي ديالك في فيروس كورونا بعد ما تسجلت جوج حالات في المغرب. السلام، وهي ما دايرين بعدا لا احتياط حتى شي حاجه، وكي حنا كتجينا عادي كنخافوا نسلموا على عباد الله. الا جا شي واحد سلمت تحاولي تفاداي، كان شي حد مريض حداك كتكحزي من حداه، ولينا كنخافوا. هاديش كتعرفي شكون اللي فيه شكون اللي ما فيهش. حنا دابا واقفين ومازال ما عارفين شنو شفينا ولا ما فيناش. غناخذ الاجراءات، انا ندير الماسك وغنتفادى نسلم على اي واحد صافي. يعني مازال دابا حاليا ما كنسمعوا حالات هي جوج ولا واحد، مازال ما عرفناش داكشي واش انتشر ولا لا. حنا غاديين وصافي، غير كضحكوا صافي، واخدين غير ضحكوا صافي. ما كاينش واحد الجديه في التعامل مع الفيروس، لا والو. صراحه انا ما واخدتش شي احتياطات زعما اللي جديده ما وقائيه بزاف، حتى زعما كنقول بان داكشي راه عادي. يعني غير فيروس بحال كاع الامراض اللي كانوا، هي كانت غير ايبولا حدانا في افريقيا وما تصابش يعني الناس كاملين. وكان بان زعما يقدر يكون شي غير اشاعات، يعني غير فيروس عادي وما مكبرين الضجه باش الاعلام يكتسب شحال من حاجه، وباش اللي ياخذوا داك الشركات الكبار ديال الادويه والاقنعه يقولوا بان يزيدوا في المدخولات ديالهم. ومثانيه اخرى يعني كيف ما كنقولوا لن يصيبنا انما كتب الله لنا. يعني الواحد راه واخا هكاك يعني كناخذوا احتياطات عاديه، يعني ماشي شي احتياطات اللي بزاف، ولكن يعني عادي. مش عادي كنبقاو غير كنضحكوا، كنركب في طوبيس كنركب في طاكسي كنقولوا حتى شي حاجه كنقولوا او كورونا وصافي وكنضحكوا. يعني عادي، يعني ما واخدينش داك. يعني الواحد الا اقتنع بان داك الشيء راه يعني عادي، ما غاديش ندخل انا راسي نمرض، انا راسي ندير وسواس راسي بانني راه اي واحد كان معايا غادي راه مريض راه كذا. بقيت هكا كنبقى بوحدي صافي كنقول عادي، هذا الشيء واحد الله يشافيه. الصراحه ما واخده حتى شي اجراءات لحد الساعه، بحكم ان انا في مدينه مازال ما ظهرت فيها حتى شي حاله. وفيروس كورونا هو فيروس يعني كجميع الفيروسات يعني عادي، يعني فاش غادي تصاب شي واحد يعني راه عادي، يعني ماشي مشكل. يعني واخا يعني الا مرضنا مرضوا كاملين. صراحه يعني الوالدين ضروري كيوصيوك، يعني كيوصيوك عندك تسلم، عندك دير، عندك دير، ولكن يعني هانت خديتي كاع هاد الاحتياطات، راه يعني الا صابتك شي حاجه غادي تصيبك، يعني ما غاديش تهرب منها، يعني ربي الله غادي يكتب عليك داك الشيء. بالنسبه لي ما كاينش، خصو يكون الوعي التام في المدارس فهادي على كورونا، ولكن كاين ما كاينش هذاك الوعي التام. بالنسبه اللي كيروج في الميديا واللي كيتروج في التلفزيون وهادي كتحاول تاخذ الاحتياطات. اولها كيكون بالنسبه كيكون غسل اليدين، كنحاول ما امكن نغسل يديا كل نهار. المعقم ضروري معانا. ثاني حاجه خص يكون عندك بي بي اي، شنو هي؟ كتكون عندك الادوات خاصه بك، من بحال ما تعطس ولا تحاول ما امكن تغطي وجهك ولا شي حاجه اذا عطستي ولا شي حاجه. ديري الماسك، ديري الكلافس، ديري هذه، تحاولي تفادي الاماكن العامه بزاف باش ما ينتشرش هذاك العدوى. هو بحاله بحالك غير، هو فيروس كورونا عباره بحاله بحالك غير. كل سنه كل يعني شحال من كان ايبولا وكاين دابا وقال الكورونا، الواحد يدير اجراءات. يعني كل الفيروسات راه كتطور مع سلوكيات البشر وهذا، يعني الانسان ما امكن يحاول ما امكن يبادر منه عادي لاخر. وهذا رايي الشخصي، خص يكون وعي تام، يعني بحال في المدارس بحال في الليسيات الجامعات مدارس الصحه يكون على الاقل يديروا شي اكسبوز ولا شي حاجه باش يديروا وعي تام. المهم كاين تخوف، والصراحه راه 100% كاين تخوف، ولكن كاينين دي كونساي دي جيان اللي حنا متبعينهم تما. خصك ضروري تغسلي يدك، البافيت الشعر ممنوع يبان، خصك تجمعيه في الكالو. المهم الناس كيبقاو بحال هكا كتشوفيهم كيكحوا ولا بحال هكا كتعطيهم كيفاش يديروا، كتعطيهم الموشوار وهادي. خصهم ضروري اليدين يتغسلوا هذا قبل ما تبداي مع شي مريض، خصك ضروري هو لا تكوني انت معقمه وهو اوسي يكون معقم. المهم خلاص راه علينا حراسه، كيفاش نقول لك، حاضينا لي زونكادرون تاعنا، خصك ضروري
هذه تقادي منع الكونتاكت مع الناس هكا بزاف صافي واحد ديغي كتكون قصيره بزاف كتخدمي خدمه ديالك كتخرجي كتجمعي ماتيريال ديالك كلشي يكون خصو ستيريل فواحد الجو اللي هو خصو يكون نقي بصراحه ما كاينش شي تخوف لان الفليبار كيقول لك بما اننا دايرين لي فاكسان ديالنا بما اننا كناخذوا لي زونتيبيوتيك الماكله كتكون 100% راه بيو راه ما غاديش تقيسنا شي حاجه دونك ما كاينش شي تخوف صراحه ما كاينش كورونا الصراحه ما تناخذوا الاحتياطات ديالنا صافي هادشي اللي كاين واخد الاحتياطات الاحتياطات ما شويه فهمتي بان لك شي واحد مرات بعد منه تندخلوا للدار نغسل يدينا مزيان فوق ما نخرج تدخل تغسل يديك صافي هادشي اللي كاين ما كاينش واحد التخوف كبير مثلا انت من عندك على عندك ولا شي حاجه لا لا ما كاينش شي تخوف حيت مازال اصلا مازال ما انتشرش بزاف قدر فاش يزيد فهمتي يزيد انتشر نقدروا نقدروا شويه ناخذوا اما دابا الحمد لله مازال ما كاينش شي حال تيبان لي مرض عادي عنده فتره ديالو محدده وغيدوز بحال هكا بحال جميع الامراض اللي داز هادشي اللي كنظن انا صراحه الوقت الجدي عادي كنظن غيدوز حتى هو بالزربه بحال بحال كيف ما دازو مجموعه من الامراض كل عام كيخرج مرض بشكل والله يحفظ الجميع اول حاجه قبل ما نخرج من الدار كنغسل يدي بالمعقم وعاوتاني فاش كنمشي للخدمه كذلك كنغسل يدي كل ساعه المهم فاش كندير شي حاجه فاش كنقيس نسلم على شي واحد شي كليون ولا شي حاجه ضروري كنغسل يدي موراه كنتفادى ما بقيتش وليت نخاف كنتفادى التجمعات وكذا المصافحه ولينا نسلم اكثريه غير باليد دونك سورتو الا كان شي واحد مروح ولا شي حاجه ما كنسلموش عليه نيشان وكذا وبالنسبه للفكره اللي واخده على فيروس كورونا هو واحد الفيروس بحال اي فيروس يعني كيكون على شكل رواح يعني عنده الاعراض ديالو الحمى السعال بزاف ضيق التنفس وكذا وليني يعني الواحد اللي خصو يتفادى انه مثلا الا شاف شي واحد فيه هاد الاعراض هذه يحاول يتجنبه وهو اصلا هو فيروس عادي غير هو اللي ما عندوش المناعه بزاف هو اللي كيقتلو دونك يعني خص الواحد يقوي المناعه ديالو هذا الفيروس هذا بالنسبه للفيروس يعني خص الانسان الوقايه ديالو خص يدير الوقايه اللازمه لحقاش علنوا به وعطاونا يعني اللي خصنا نديرو الوقايه اللي خصنا نديرو التعليمات اللي تعطات وهادشي اللي وقع من الخير فهمتيني الانسان يحاول يدير الوقايه ديالو هادشي اللي كاين الوقايه ضروري من الوقايه الانسان ينطوي يدو بالصابون مزيان ويحاول ما يمشيش للبلايص اللي فيها الطبيب مثلا فهمتيني يحاول الانسان يبعد من داك البلايص اللي فيهم امراض كاع كامله لا بالعكس عندي عادي يعني اي واحد عطس حنا في الخدمه يعني كاينين ناس مرض بحساسيه مرض بامراض مختلفه ولكن كنقول عادي يعني كاينه موت وحده في الدنيا يعني ما ماشي زعما كورونا هي اللي غادي تكون زعما السبب في الموت ديالي ولكن فاش كنتزادوا راه مقدر معاك امتى كتموتي وامتى غادي انت الدقيقه يعني ما غادي تاجلي لا دقيقه ولا تاخري دقيقه يعني الموت ديالك محدد داكشي باش ما كاينين احتياطات عاديه يعني الواحد كيغسل يديه ملي كيدخل من الدار يعني احتياطات عاديه ماشي احتياطات ديال انني راه غادي نتصاب داك المرض ولا حقا راه هذاك الباب راه قاص فيه وحده اخرى انا غنمشي نغسل يدي ولا لا بالعكس مازال كناكلوا ماكله الزنقه مازال كلشي يعني على طبيعته ما كنخاف الحمد لله حتى حاجه امور كتمشي بشكل عادي حياتي كتمشي بشكل عادي ما اثر عليا حتى حاجه يعني عادي جدا ما كنتاخذ حتى شي احتياطات الامور بشكل عادي ولا يصيبنا الا ما كتبه الله ولا لا ويعني بنادم النظافه راه ضروريه وهذا صافي هادشي واللي مكتبه لينا غتوصل لينا هو خطير نوعا ما علاش لحقاش الدول الاوروبيه اصلا وقفات الدراسات وقفات مجموعه ديال الحوايج اللي هما بليز امبورطون بحال التظاهرات الرياضيه تظاهرات يعني بالنسبه لي زيتود وقفات دونك هما اصلا بلي ديفلوبي كو دوله بحال المغرب وهادي دونك كنظن بان فيروس كورونا يعني ماشي شي فيروس اللي بسيط ولا شي حاجه اللي نستعانوا بها هو راه لقاو بعض الدول مجموعه من الوفيات بحال المان اصلا لقاو في الشمال يعني واحد الوفيات اللي تجاوزت اكثر من 50 بالنسبه للجنوب وهذه راه كاين قل من 15 ولا هذه يعني جميع الدول يعني كتعاني من هذا المشكل هذا بالنسبه لي الصراحه فيروس كورونا فهو الصراحه ماشي عادي فريمون غاف حيت هادشي اللي كنسمعوا يعني مبدا في الصين هذه تقريبا اكثر من شهرين
فكنسمعوا ان الوفيات يعني مريبه ويعني مرعبه بزاف، نسبه الوفيات غاديه وكتزاد، نسبه ديال انهم المصابين فيروس كورونا كذلك. فبالنسبه ليا ضروري ان نتخذ الاحتياط ديال الاحتياطات اللازمه ديالي، كيف قلت مثلا الا كان شي انسان حداك يعني ولا قريب منك مثلا يعني كان فيه رواح ولا كان تيعطس حداك، تفادى وتجنب انك يعني الملامسه معاه، المصافحه معاه والعناق، من الاحسن الواحد يتفادى داك الشيء. فهو يعني ماشي الا حنا راك عارفه في التقاليد ديالنا يعني المغربيه عندنا ضروري المصافحه والعناق، هي الطريقه ديالنا يعني في السلام. الا سلمتي عليه فربما كيحس بواحد النقص، ولكن الا فهمتي ان هذا الفيروس راه هو خطير بزاف يعني يعني من الاحسن الواحد يسلم بيديه، ولا كاع الا قدر ما غيسلمش غيقول غير السلام عليكم. وحتى لا سلم بيديه فهو يدير معاه واحد المعقم يعني يومي، فوق ما يعني شاف راسو انه لامس بزاف ديال الاشياء يعني، وخاف انه يمشي يحك عينيه او نيفو او شي حاجه يعني، ويبقى ليه واحد الشك، فهو يدير واحد المعقم فوق ما يعني واحد كل نصف ساعه ولا ساعه هكذاك يبقى يغسل به، ولا يعني واحد الصابون يومي باش يتفادى كيف قلت لك اي حاجه ان الاصابه يعني فيروس كورونا. بالنسبه ليا فانا عندي صراحه احتكاك يومي، خاصه اني كنطلع في لوبيس يوميا كيكون ازدحام وهادي، فانا كنحاول ان يعني الانسان ضروري ما غيعطس حداك ولا غادي يكحب، فحاول يعني ديك الوقيته يعني فغادي يكحب كنقولوا ان يعني داك العطسه ولا سميتو كتوصل على قرابه 12 متر هكذاك، فهاداك العطسه الاحسن يعني ما تسمعش شي واحد عطس، فتحبسي التنفس الى درتي واحد 40 ثانيه ولا هكذا باش ما تسنشقيش حتى حساس داك الشيء يعني ما عندكش كيف ديري، ضروري كتحتكي بالناس كيف قلت لك ضروري يعني في كتكوني يعني في لو بوس يعني كتكوني غادي تقبطي يعني في شي حاجه باش الا كنتي واقفه ما كنتيش جالسه، فمن بعد ضروري انك تعقمي يديك وسميتو كيف قلت تفادي المصافحه والعناق يعني السلام من بعيد هكذا. ومع ذلك فالانسان ما خصوش يكون واحد الوسواس قهري على هذا الفيروس كورونا، ضروري تحسن الانسان يعني بالاذكار الصباحيه والاذكار المسائيه. وكيف قلنا لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا، والله يحفظنا جميعا يا رب. في الجميع. اذا حقيقه فيروس كورونا كنناقشوها عبر برنامج صحتك والطبيب. حاله من الطوارئ العالميه والهلع، مدن تغلق بالكامل، عشرات الالاف من المصابين ووفيات تتصاعد بسبب فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في كل مناطق العالم. الفيروس انطلق من سوق الاسماك في مدينه وهان وسط الصين ليتحول من وباء محلي لوباء عالمي. المغرب لم يسلم بدوره من هذا الفيروس الذي غطى العالم باكمله. اذا دكتور بالقادي، ما سبب كل هذا القلق العالمي؟ هل بالفعل الفيروس خطير لهذا الحد؟ وحنا سمعنا للروبورتاج كاين اللي كيقول لك احنا ما خايفينش منه، كاين اللي كيقول لك خايفين منه والوقايه الى غير ذلك، وان شاء الله غنتكلموا على كل هذه الامور في برنامج صحتك والطبيب. بالضبط. السلام عليكم وبسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمه الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. بالنسبه لهاد الناس اللي تدخلوا دابا في هاد الاقوال ديالهم، كل واحد تيقول حاجه. هو نورمالمون هاد الرعب خصو يكون عند الناس اللي ما يكونش عندهم واحد تكوين معين، لا في الطب او في الصحه كمجمل. ولهذا دونك المشكل اللي عندنا في النسبه لهذا الفيروس، هو فيروس بحال الفيروسات الكاملين، هو جاب واحد الحده ديالو، جاب واحد الوباء عالمي اللي خصنا نحتاطوا منه. هذه مساله عاديه خصنا نحتاطوا منه، ولهذا في هذا المنبر تنحاول نعطي الوقايه اكثر من العلاج. هو كما هذا هو اللي كيهمنا، وهذا اللي شدنا، هو المشكل ديال هذا الفيروس. كما تعرف الناس كل الفيروسات عندهم وقايه اكثر من العلاج، وتيحاولوا باش الفيروس ما يعطيش اعراض. نعم. باش يجيو ميكروبات اخرين اللي تيكونوا انتهازيين ويقبطوا، كما الفيروس السيدا وفيروسات اخرى وفيروس لاغريب. هو ماشي الا كان تاي الفيروس لاغريب قتل شحال من واحد، ما قتلوش كفيروس لاغريب، كان مشكل ديال مناعه ناقصه لا عند الناس الناس الكبار ولا الاطفال الصغار. نعم. ولا الناس اللي هما الاكثر عرضه. بالضبط، عرضه لهذا المشكل. ولهذا دونك انا تنأكد في هذه الوقايه، هي وقايه خصها تكون تغذيه متوازنه، والتغذيه المتوازنه تتخلي واحد
واحد النوع من توازن في في الميونيتي ديالنا في المعنى في المناعه. دونك ما تنخليوش اي حاجه تدخل، ومغير التوازن اللي في التغذيه اللي كنا تناقشوه مع جدودنا وجداتنا كما تيقولوا الفرنسيين بلا غوسيت دي غومير. التغذيه كانت مهمه عندنا، ولا عقلتي عليها والمستمع الكريم راه عارف شحال دوزوا الناس الكبار ماشي الناس اللي عطالعين. كنا تناكلوا دادفي بالثومه، وكنا تناكلوا الشوربه بالليل ماشي بحال دابا السندويتشات. دونك كاين هذا المشكل، دونك هذا بغيت نشير له في التدخل ديالي. وثانيا النظافه، النظافه المهمه، باسكو النظافه هي من الايمان الحمد لله. حنا كمسلمين وكمغاربه معروفين بالنظافه، دونك خصنا نزيدوا في النظافه ديالنا ونزيدوا في الوقايه، ونحاولوا النوم المبكر. هذا النوم المبكر حتى هو عندنا حاول في الايام الاخيره ما بقاوش الناس نعس بكري. واللي تيعرف في الراي العام تيعرف الكورتيزول، مشكل الكورتيزول في اللي ملي تيطيح الظلام تطيح حتى هي، بحال تيقول لنا الله سبحانه وتعالى حاولوا تنعسوا باش تصبحوا تخدموا، وحنا تنديروا العكس. ومين تيطلع الكورتيزول تطيح المناعه، عليها امراض جاو في هذه الاوقات الاخيره وفي هذه الايام الاخيره. والنقطه باش نخلي الاخوه اللي معايا في البلاطو يناقشوا هو التحسيس. والتحسيس حبذا لو تعطيني شويه وقت باش نهضر على التحسيس والصيادله ودورهم في التحسيس. اللي هو مهم، الا ممكن تعطيني من ان شاء الله غادي نتكلموا حول التحسيس والصيادله والدور ديالهم. غادي من طبيعه الحال نستغلوا الحضور ديالك باش نهضروا حول هذه النقطه. مرحبا مرحبا، خصوصا هذا الجدل الواقع حول الكمامات اللي ما كاينينش او الثمن ديالهم ولا غالي. فنشوفوا ان شاء الله إن شاء كل الله. هذه المسائل رفقتك دكتور بلقادي. نمشيو بما انك ذكرتي التغذيه، والتغذيه السليمه كنقولوا هي اساس الصحه. ماذا نقصد اولا بالتغذيه السليمة، وعاد نتكلموا المواد اللي ممكن أنها تساعد على الوقاية في محاربة فيروس كورونا. أهلا وسهلا أستاذة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بمستمعين الكرام. أول حاجة غادي نهضر على حاجة اللي هضر عليها الدكتور هو القلق. القلق ما مزيانش، حنا ما بغيناش الناس يتقلقوا ويقولوا هذا مرض خايب وغادي نمرضوا وغادي، لأن القلق براسه كيهبط المناعة. دونك ما بغيناش يكون، ولكن في نفس الوقت لانه كنتكلم عليها الدكتور فؤاد كمال بيته كما قلت يا دنيا، الناس كاين اللي قال انا خايف وكاين اللي قال ما داش كاع في الهضره. لا، ضروري من الوقايه، ضروري القلق ما بغيناش يكون باش ما نهبطوش المناعه ديالنا، ولكن ضروري من الوقايه. المناعه عندنا ثلاثه ديال الاسباب اللي كتخلي المناعه ديالنا انها تهبط، ولا ان نتصابوا بدوك الفيروسات وانهم يغلبونا. اما كيكون انسان متعب، كيكون ستريسي، دونك جهاز المناعه ديالي راه ما قادش يخدم. اما جهاز المناعه ديالي محتاج لبعض العناصر الغذائيه، وهنا فين جاي الدور ديال التغذيه السليمه. اما الجهاز ديالي ولا الجسم ديالي فيه مواد اللي هي خايبه واللي ما خلياش المناعه انها تخدم، وهنا كنهضروا على لي فاست فود، على المعلبات، على التغذيه اللي خايبه. الا بدينا من التغذيه السليمه، هضرت على لي غوسيت دو غران مير. بطبيعه الحال هادو حوايج اللي هما مهمين ومثبتين علميا، حاليا مثبتين علميا. دابا ملي كنقولوا الفول، نهضروا على الفول واللفت والثومه، راه كنهضروا على البوليفينول، كنهضروا على لي فيتامين غروب بي، كنهضروا على على البروتينات اللي في الفول. هادو حوايج اللي كيقويو المناعه، على الفيتامين ا، فيتامين او، لي زونتي اوكسيدون، مضادات الاكسده، لان ملي كنخليو الجسم ديالنا كيكون فيه الاكسده هي اللي كتعطينا الالتهابات المزمنه، وهاد الالتهابات المزمنه هي اللي كتخلي الفيروسات والميكروبات انها كتقدر انها كتغلب علينا، لان الجسم في الحاله العاديه ديالو راه هو كيقدر يتغلب على الفيروسات كما قال دكتور، ماشي بحال البكتيريات اللي خاصنا لي زونتيبيوتيك. مي الفيروسات راه جهاز المناعه ديالنا كيقد انه يتغلب عليهم، خاصو غير واحد الوقت باش كيتعرف على داك الفيروس ملي كيكون جديد، واحد شويه ديال الوقت باش كيتعرف عليه، ولكن يكون عنده المواد اللي يعاونوه. هاد المواد هما مضادات الاكسده، هما الفيتامينات، فيتامين او، فيتامين بي، فيتامين دو غروب بي، بي 9، جميع الفيتامينات، المعادن، النحاس، السيلينيوم، الزنك، المغنيسيوم. اذا هادو حوايج اللي كيعاونوا الجسم ديالنا، كيعطيوه الطاقه انه يقاوم هاد الفيروسات، كيعاونوا الكريات البيضاء انهم يديروا العمل ديالهم. اذا باش ناكلوا هاد التغذيه طبيعيه، احنا هضرنا عليها وعاودنا شحال من مره معك الدنيا، صحيح، نعاودوا ناكدوا عليها. الحاجه الطبيعيه والحاجه ديال الموسم. دابا مثلا في هاد لا بيريود عندنا اللفت،
اللفت راه بزاف الناس ما كيبغيوش اللفت راه رائع. واخا تقولي لهم راه رائعه ديرها مع البصاره ديرها مع الاطفال وكنقنعوهم مع الفول ما كيجيش المذاق ديالها باين حتى بالنسبه للاطفال. مع الفول غنحك اللفت ونديرها مع الفول مع شويه ديال الثومه زيت البلديه بط. انا جمعت كاع العناصر اللي تقدر تعاونني وتحميني من هذا المرض. مثلا الشريحه نهضروا على الشريحه بزيت البلديه بالثومه حتى هي غتعاوننا. هادو لي غوسيت اللي كنا كنديروهم حنايا من زمان عارفين كنديروا الشريحه ونديروا معها الثومه زيت البلديه نديروا الزعتر مثلا. ما بغيتش نبدا قبل ما يهضر الدكتور فؤاد كامل على الزعتر وعلى ازير وعلى اوكاليبتوس. هادو شي حوايج اللي يمكننا نديروا ما نستهنوش بهم وما نقولوش لا راه ما كاينش الفيروس. حاجه اخرى نهضروا عليها دنيا على السلام راه فريمون انا كنقولها وكنحاول ان الناس الكبار والناس الصغار ماشي ما نسلمش على كل شيء. وبحال الناس اللي كيكونوا اللي كنعرفهم راه معرضين بحال حنا اللي في المستشفى راه كنقولها كنكونوا كنخدامين في المستشفى وي واخا راه كنديروا الاحتياطات ديالنا ملي كنمر فاش كنخرجوا راه كنغسلوا يدينا قبل ما نسلموا على شي واحد. وهذا ولي كل الحوايج اللي كتكونوا بهم كتبدلوا ضروري الاحتياط ضروري الاحتياط. نعم ومن طبيعه الحال الوقايه خير من العلاج وحنايا هذا الشيء اللي بغينا نوصلوه للمواطن المغربي والمستمع المغربي. 055-34-11-12 لكل من بغي يتواصل معنا. كذلك يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الصفحه ديالنا في فيسبوك مدينه اف ام لو بغيتوا تطرحوا شي سؤال حقيقه فيروس كورونا والوقايه من هذا الفيروس. غادي نستغلوا كذلك الحضور ديال الدكتور فؤاد كمال الاخصائي في الاعشاب الطبيه والعطريه بمدينه مكناس. اذا المواطن المغربي دكتور يجد نفسه وسط مجموعه من النصائح والارشادات الوقائيه والتي ما نقدروش حنا نجزموا ونقولوا لا اساس لها من الصحه، ولكن نراها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعه من الاعشاب دابا كنشوفوهم كيقول لك راه وجدنا العلاج لفيروس كورونا، خاصكم تاكلوا هذه الحاجه الفلانيه، القرنفل دابا دايرين به فضيحه غيكون وراه صافي فيروس كورونا نتحداكم العود دار بكم. هذا يعني شنو تقولنا حول هذا الموضوع وشنو نقولوا للمستمع الكريم دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين والحمد لله رب العالمين. دائما أتمنى للمغاربة ولجميع المغاربة أن يكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. فهاد الفيروس اللي هو فيروس كورونا اللي ماشي جديد، الناس عارفين جديد وراه ماشي جديد، وهذا بان في 2002 بحال ان فيروس اللي هو لو سارس، ولكن هذا انه تميت تغير جينيا واصبح اكبر فعاليه لمقاومه المناعه ديال الانسان. هذا هو الخطر ديالو. الكورونا كانت بانت في لو سارس، والفيروسات كجميع الاحياء الذي خلق الله فهي تدافع على نفسها فحسنت الدفاعات ديالها وخرجت بهاد كورونا او كوفيد 19. علاش؟ باش تقاوم اكثر المناعه الانسان. نعم خصنا نعرفوا المستمعين الكرام يعرفوا بان الفيروسات ليست لها دواء، ليس هناك دواء للفيروس. الزكام، نزلات البرد، الانفلونزا اللي كنشوفوا الان، الغريب أو نزلات البرد ليست لهم دواء إذا كان هناك تعفن أو فيروسات. إذا كانوا هناك بكتيريا فيمكن للطبيب أن يعطي مضادات حيوية لكتقضي على البكتيريا، ولكن الفيروسات ليست لهم علاجات، بل فقط عندما كيدخل واحد الكائن جديد في الجسم ديالنا أو فيروس كما كان النوع ديالو، فالجسم يتفاعل معه مع الكويرات البيضاء اللي عندنا وكيعطيونا انتاج دي زونتيكور او مضادات ذاتيه اللي كيصاوبهم الجسم باش يقدر يحارب هذاك الفيروس. نعم باش نكونوا في هذا المشكل ديال الفيروس كورونا الان. علاش تفحل بواحد الطريقه سريعه؟ فهو استفحل لانه عنده واحد لو طون دانكوباسيون ديال جوج سيمانات. الانسان حامل هذا الفيروس جوج سيمانات ولكن ما كتبانش فيه اعراض، ما كتبانش فيه الاعراض، هو كيعادي الاعراض قبل صحيح هو كيعادي. نعم لان بحيث كنشوفوا عندنا حراره في الانف
أو حرارة في الحنجرة كنعرفوا بأن هناك هاد الفيروس اللي بدأ كيستفحل في هاد الحالة، لأن هو كيعيش في مكان جاف وغير رطب. كنا نعرفوها لأنه من اللي كيستفطن مثلا فيروس كورونا عند الجسم، فهو كيحاول أنه يكون الجفاف في الجسم، بالتالي الرطوبة هي مهمة، الإنسان يشرب الماء ما أمكنه، وهذا الشيء كنصحوا به في نزالات البرد. فجميع السوائل هما مهمين وخص ترطيب الجسم أولا. ثانيا كيعطي تضاعفات على مستوى الجهاز التنفسي، إذن هنا الجهاز التنفسي كيبقى يعيش الإنسان بواحد صعوبة في التنفس، وخصنا نعرفوا بأن التنفس أو الأكسجين هو اللي كيغدي الدم بالأكسجين، اللي من بعد كيغدي لنا جميع الخلايا ديال الجسم. بالتالي لنزل هاد الفيروس كورونا أو أي فيروس لنزل المستوى السفلي ديال الرئتين، فهنا كيكونوا تضاعفات كبيرة جدا. الشيء المهم هو الاعتماد على المناعة، كما قلنا المناعة والمناعة والمناعة. المناعة مع السنين الأخيرة هي مناعة اللي هبطت عند مجموعة من الناس، وخاصة البلدان المصنعة. فبحيث كنهضروا على الصين، كنهضروا على ان ستريس اوكسيداتيف، كنهضروا على واحد العمل، تنهضروا على توتر، تنهضروا على 12 ساعة في اليوم. هادشي عنده تضاعفات. هادشي العالم الغربي الآن يعيش في الضغط النفسي والتوتر العصبي طيلة الأسبوع، فهنا المناعة كتنقص، ما كيبقاش عندنا الوقت للطبخ للأكل الجيد. فمجموعة من البلدان المصنعة الآن تتأكل على برا، ما كيكلوش داخل البيت. هنا كنفقدوا بعض الأشياء اللي كيعطينا الله سبحانه وتعالى في الغذاء ديالنا، وهي اللي كتزيد من المناعة ديال الإنسان. نعم، وغادي نرجعوا إن شاء الله نتكلموا على التغذية وشنو هي بعض من طبيعة الحال المواد اللي ممكن أن تساعدنا باش نحفزوا المناعة في الجسم. ناخذوا معنا سي الحسن من أكادير. أهلا وسهلا سي الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. كنحييك أستاذ وكنحيي الضيوف اللي معك، كنحيي جميع السادة المستمعين والمستمعات. وتحالنا بدورنا كنحييوك أسيدي، تفضل. غير أستاذ إحنا كنسمعوا بأن كان جاء في القرآن وكان في الأحاديث النبوية بأن العسل هو فيه شيكا، وجدت في هذيك مثلا العسل ديال أوكاليبتوس يمكن مثلا يكون كاين فعلا الفيروس هذا، والعسل بصفة عامة. العسل بصفة عامة إن شاء الله. شكرا. غادي نجاوبوك، وحنا راه كنا مازال مواصلين مع الدكتور فؤاد كمال كنتكلموا حول هذه النقطة، ومازال غادي يجاوبنا على هاد النصائح والإرشادات اللي بدات كتظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بأننا كل عشبة الفلان فلانية أو كل حاجة الفلان فلانية وراها علاج فعال لهذا الفيروس. أنتم لحد الآن كتأكدون أنه ما كاينش علاج المرض، فقط الوقاية ثم الوقاية. فالعسل تكلم من طبيعة الحال سي الحسن حول العسل، شو تقول لنا حول العسل؟ طبيعة الحال فيه مهم، فيه عناصر مهمة واحد تركيز مهم ديال المعادن، فيه أحماض أمينية. إذا العسل مزيان كما قلنا إحنا ماشي كيداوي، إحنا كان الهدف ديالنا هو أن نطلعوا المناعة، وهذا الشيء ماشي حتى يجي لا بيريود ديال انفلونزا ولا حتى يجي واحد المرض، رخص المناعة ديالنا نكونوا خادمينها قبل، تكون مزيانه وتكون باش الا جا الفيروس كيلقى قوي. يعني المناعه من الصغر، المناعه خاصه تغذيه متوازنه وسليمه تكون من قبل. العسل مهم مزيان بطبيعه الحال، مزيان ما كنختلفوش عليه، فيه فيتامينات، فيه واحد التركيز مهم ديال المعادن، فيه الزنك والسيلينيوم والنحاس، هادو مهم من المناعه ديالتنا. وما نساوش معاهم مواد اخرى اللي هما ديال الموسم، بحال البصله الخضراء، الفول، الخرشف، القوق، الثومه، اللفت. اذا هادو حوايج، الحمضيات كاملين، الليمون الحامض، الفواكه الحمراء، هادو
شي حوايج اللي هما فيهم فيتامين سي، فيهم فيتامين او، فيهم الفيتامينات اللي يقدروا يعاونونا نطلعوا المناعه في هذه الوقيته. علاش هما كاينين في هذا الوقت بالضبط؟ لان كيعاونوا باش نطلعوا المناعه وباش نحاربوا الفيروسات اللي كيكونوا في الفتره ديال 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 الشتاء. من طبيعه الحال كاين اضافه دكتور كنتي؟ الاضافه اللي عندي اللي اكدت عليها في التدخل في البدايه هو على الوقايه، هو العسل او كما ذكر في القران ومسائل اخرى ذكرات وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث ديالو وذكرها العلم دابا اللي وراها لنا. هما المسائل كلها خاصها تخدي، ما تخدش بواحد الطريقه غير عقلانيه. ناخذ العسل، كاين الناس اللي ما يقدوش على العسل، كاين عندهم حساسيه للطو ديال الجلوكوز اللي فيه الفريكتوز، سورتو الفريكتوز. دونك ديابيتيك يسمعني دابا واحد ديابيتيك على هذا ويخاف من الكورونا ويمشي يضرب العسل باش تخلي في الديابيت، غتدخل مشاكل اخرى ويكثر عاد الكورونا. ولهذا خصنا ما ناخذوش عليها. هضرت على التغذيه المتوازنه، خصنا نكونوا في واحد التغذيه اللي تكون ايكيليبري. والايكيليب منين نجيبوا هذا التوازن؟ هو نرجعوا لديورنا، ناكلوا شويه في ديورنا ونرجعوا للمسائل الخضار طبيعية. الخضار طبيعي. دابا لاحظت لي سوب الشربه ما بقاش تاخذ في الدار، تجي دابا الطفل تقول له تاخذ اون سوب بحال اللي تضربوا مع بشير، وهي الصوبة فيها ليغوم، فيها مسائل مهمة اللي تصلح له باش يوازن كما قال الدكتور فؤاد قبيلة على الخلايا، تدخل مسائل مهمة في دوك لي ليغوم. حنا تنخليوهم دوك الخضريات تنخليوهم وتنمشيو لي فاست فود ونمشيو في مسائل أخرى اللي ضرنا. ولهذا أنا تنأكد والأخت والدكتور فؤاد اللي تي شرطني في هذا الرأي، هو الوقاية تجينا من التغذية المتوازنة، ونأكدوا عليها ونأكدوا عليها. والفيروس كما هما الفيروسات وما نكونوش نعودوها، هو فيروس ما ناخذوش ديك البلبله، ديك البلبله اللي هلكنا دابا المواطن والتواصل الاجتماعي تيحاول ينوض لنا مشاكل ديال هذه تنقص من هذه. هو هين توازنوا في ما قلتنا ونعيشوا مزيان وناكلوا مزيان، وكما قلتي ما ناخذوش ديك الاكسده اللي تناخذوها بالقلق حتى هي تطلع لنا مشكل كبير. ولهذا خصنا وما نستهنوش كذلك بالامر، نقولوا لا غير سلموا هذا راه ما كاينش هذا الشيء، لا كاين هذا الشيء ولكن الوقايه ضروري. حيت كما سمعنا في الروبورتاج كاين الناس اللي قال لك لا متوحده في الدنيا، لا ماشي هذيك، لا احنا خصنا عقله وتوكل. انا المهم عندي بايزوم، عندك راجل ومراه الناس كبار مسنين. انا عندي واحد السيده سمعتها اخيرا صديقه الولديه في فرنسا، بغات تجي وخافت باسكو هي طبيبه، خافت باسكو عندها باسيده ام لها في المغرب، خافت تشوفهم وتلصق لهم لا تقدر تجيب هي بالفيروس ما يوقع والو، ولكن الفيروس ديالي يقدر ياثر على جدها وجداتها، درت بناقص من المجيء. لهذا الوقايه خصها تكون بالطريقه عقلنا، عقلنا على ما يدوز هذه الموجه ديال. ولهذا الوقايه من كما قلتي ما نقولوش ما كاينش، هو كاين راه ولا وباء عالمي، وباء عالمي تذكرت في الاو ام اس، ولكن خصنا نكونوا حنا عاوتاني نخدموا العقل ديالنا، ومين نشوفوا المسنين بعدوا عليهم، نشوفوا الاطفال بعدوا عليهم، ونحاولوا ما نجمعوش في اجتماعات كبار. ولهذا راه في العالم دابا نقصوا شحال من حاجه حصروها، حصروها للوقايه ما حصروهاش باش يديروا حاجه اخرى. نعم وشكرا. نعم شكرا لك. هما دراسات جديده اكدت. دكتور غادي نرجع عندك من بعد ما ناخذوا بن عيسى من الرباط حتى ما نخليوش كثير كينتظر. سي بن عيسى. نعم لاباس بخير. اهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك معنا. لاباس بخير هانيا. الله يبارك فيك الحمد لله. بغيت نطرح عليك واحد الراي ديالي باش ربما الميكروب ينقص. بحال البارح قلت لك انا مشيت ندير عندي واحد الكانيشه ومشيت ندير الباكسه. وي. ومين مشيت ندير الباكسه قال لي ما خدامينش الثلاث اللي كيخدموا من 8 ل 10 ل 12 ولا 4. وتصور مشيت البارح شريت البرا باش ندكوه، مشيت هاد الصباح عاوتاني لواحد الطبيب بيطري ما بغاش، قلت ممنوع عليا ندكوها. وثاني مشيت عاوتاني للسبيطار اللي مشيت ليه البارح ما لقيناهمش خدامين، هما دايرين زي اعلان في الباب كيخدموا من 8 ل 12 وما كاينينش. عيينا ما نتسناو ودبرنا تليفون ديال الطبيب وعيطنا عليه، في الاخر قلت ما كاينش حتى الغدا. قريت مشيت للرباط، السبيطار ديال الرباط. عاوتاني هذيك ديال الرباط قال لك لا ما ندكوش، قال لك ما ندكوش للسلاويين اللي باري ديال الناس اللي عندهم حيوان سلاوي. وقلتوا للناس دابا اللي عنده شي حيوان اليف جابو مثلا من برا نعم راه خصو يديريه. وزايدون البلاصه اللي كانوا جامعين حاشاك هذيك الكلال ما تقدرش تدوز هذيك البلاصه، ومن شانطي وريحه كتعطع. نعم وراه من هذا الشيء الا كانوا الناس كيحاربوا كيتساعدوا مع الناس كيما هكا يقدر ينقص الامراض بزاف، لان الامراض كينقص هذه الميكروبات دابا كيجيو من الحيوانات. نعم
واضح. ان شاء الله مازال نتكلموا على الوقايه وغادي نطرقوا لكل هذه المسائل اللي ذكرتي. مشكور سي بن عيسى من الرباط. نذكروا فقط برقمنا الهاتفي اللي هو 0535 40 11 12 لكل من بغى يتواصل معنا. وكذلك يمكن لكم تطرحوا الاسئله ديالكم عبر الصفحه ديالنا فيسبوك. كنت قطعتك دكتور فؤاد كمال، نرجع عندك. قلتي كاين دراسه تؤكد والان فيروس كورونا الان دراسات جديده، وكنعرفوا عليه كل يوم شيء جديد. نعم. فهناك تعاون دولي، مختبرات عالمية، وكل واحد كيعطينا أيضا الرأي ديالو في هذا التطور ديال هذا الفيروس. وهذا شيء مهم. صحيح. أن الإنسانية اجتمعت لمحاربة واحد الوباء. ده مهم جدا. نعم. فيروس كورونا الآن الجديد فيه هو أنه لا يصيب الأطفال، بل يصيب المسنين أكثر من 85 عام. هو كيكون قاضي هما الاكثر عرضة للاصابه بهذا الفيروس. إذن لانه المناعه عند الطفل كتكون مناعه جيده. وإن مازال ما دخلش التلوثات. كانوا كيقولوا ان الاطفال والمسنين هم الاكثر عرضة، وكل شيء تخلى على الاطفال بحكم ان كيقول لك مازال المناعه ديالهم زعما مازال يلا في كطوار. الله سبحانه وتعالى خلق الاحصائيات اللي هضروا عليهم في السين على ان قل من 15 ما كاينش عدد الاصابات كثير، لانه الاطفال ما معرضينش بزاف للتلوثات. لان غادي نهضروا على التغذيه، نهضروا على المناعة وعلاقة ديالها مع التغذية، ولكن هل هذه التغذية الجيدة اللي هضروا عليها الأساسيدة هل تمتص؟ هل هناك بكتيريا نافعة ما زالت في المصران الغليظ كي تمتص هذا الأكل؟ هل التوترات العصبية، القلق، الخوف، الاكتئاب اللي مس واحد المجموعة من البكتيريا النافعة وخلق لنا واحد الهرمون اللي هو الكورتيزول اللي هو هرمون الخوف، واش الجسم قابل الان الى اعطيته اكل جيد على هذا الامتصاص؟ فبالتالي لا يمكن ان يمتص هذا، ونحن نعيش على ما نمتص وليس على ما ناكل. العقل الثاني عند الانسان هو القولون او المصران الغليظ، فيه مجموعه من البكتيريا اكثر من 100 مليار بكتيري، و من أيضا من البكتيريا النافعة، من الفطريات، من الخمائر. هل الأكل ديالنا تغير بواحد الطريقة كثيرة؟ بقينا كنعطيو لراسنا سموم، معلبات، مضافات، توتر عصبي. فبالتالي 5 دقائق ديال التوتر العصبي يعني نمط الحياة تغيرناه بواحد الشكل، تعطينا 5 ساعات والجسم بدون مناعة. نعم. فهادشي كامل جعلنا بأن باسم التقدم وباسم الإنتاجية أكبر، ولينا ضرينا النفس ديالنا. الآن فيروس صغير جدا تيصيب واحد المجموعة من الناس، اوكي، خلق واحد النوع من الهلع، الهلع كما قلنا العالمي. فالاكل عندما نغير الاكل، نبداو بالاكل المغاربه اللي كيعرفوه كاملين. المغاربه على التغذيه وغادي يدخل كل المغاربه كانوا يعيشون بالشعير. الشعير، حيت كنهضروا على الشعير وعلى البلبولات الشعير وعلى لي سوب اللي كنا كنشربوا تيشات الشعير في الصباح. سي ما بقاش هادشي، لانه هاد المواد غنيه بالبيتا غلوكان. الا هضرنا على البيتا غلوكان كنهضروا على تعزيز المناعه للخلايا الداخليه. اخت هضرات على البصاره وعلى الفول. البصاره هي من الاشياء المهمه جدا، هي غنيه بمجموعه من الفيتامينات باء، هي غنية بواحد الأملاح معدنية اللي هي مهمة، الموليبدان، والكوبالت. الكوبالت كيعطينا لو كوبالتامين اللي هي البيدوز، والبيدوز هي كتدخل في تعزيز خلايا ديال المناعة. هذه مهمة جدا. فالبصارة والزيت البلدية كانت غذاء للمغاربة، وكانت فطور، كانت غذاء، حيت كنهضروا على فطور باش يكونوا بصحه جيده. صحيح. النهار كامل كتقول لك كيتشد عليا وكذا. ملي كنهضروا على الزيت، زيت
زيت البلديه او زيت الزيتون. نعم. كنهضروا على مواد مضاده اكسده قويه جدا. كنهضروا على لي بونيفينون، لي فلافونويد، كنهضروا على واحد الماده اللي هي مهمه جدا وكتزيد في المناعه اللي هي لوغوبين، اللي هي واحد مضاد قوي للاكسده. فزيت البلديه كتصبر 5 سنين لانها غنيه بهاد مضادات الاكسده، غنيه بلا فيتامين او سي لا توكوفيرول، هادو كاملين كانوا في الاكل ديالنا. الى جينا نهضروا على مثلا على السمن، السمن كان في التغذيه ديال المغاربه، السمن هو من الاشياء اللي ما فيهش الكوليسترول، مازال الزبده البلديه فيها الكوليسترول يمكن تضر، ولكن السمن هو اللي دخلوا دوك البكتيريا وغيروا التغيير الانزيمي ديال هاد الزبده واصبحت جيده للجسم. فملي كنهضروا على السمن كنهضروا على لاسيد بيتيريك، لاسيد بيتيريك بحيث كيتخلط مع لا فيتامين دي ديال الشمس فهو كيعطينا لا ديفونسين. لا ديفونسين هي من المواد القويه المضاده لجميع الفيروسات، منها فيروس كورونا. هادشي كان عندنا في التغذيه ديالنا. المواد الجافه او الفواكه الجافه كنا كناخذوهم بزاف لانه غني بحمض الاليجيك، وحمض الاليجيك يعزز السد الداخلي للخليه، يقدر يدخل الفيروس للجسم ولكن ما كيدخلش للخليه. إذن هذا هو المهم. هذه النقطة غادي نرجعوا لها من طبيعة الحال، وتكلمات كذلك الأخت مريم القاسمي على الشريحة والزيت البلدية والثومة. لا غير ذلك كنا غناخذوا مليكة من نواحي مراكش، ساعة نقطع عليها الخط. ضيفي شي حاجة ربما حتى غنية بالحديد، ما نساوش الأهمية ديال الحديد في المناعة. هاد المواد اللي ذكرت كاملة بالإضافة لهذا الشيء فيهم حتى الحديد، وهو مهم بزاف، وحديد نباتي. حديد دوريجين فيجيتال راه كاين الحديد، كاين في اللوز، كاين في القرقع، كاين في كاين نسبه قليله، ولكن نسبه قليله ولكن الامتصاص ديالها امتصاص مزيان وكبير. نقطه اخرى خص قاسمي راه هضر عليها قبيل الدكتور فؤاد على البيصاره والفول اللي هضرتي عليه، فيه لي بروتين فيجيتال، والبروتين فيجيتال داخلين هما انزيمات، لي انزيم سي دي بروتين، هما انزيمات اللي تيدخلوا في المسائل الخليه وفي المناعه، ولهذا هادشي كله بقينا حتى نمشيو في اللحوم، تنمشيو تنقولوا كاين البروتينات في اللحوم، كاينه في اللحوم كامله البيضاء والحمراء، هو راه نقدروا نرجعوا لهاد لي غوسيت اللي ترجع لهم نتاع جدودنا وجداتنا. صحيح. التوم مثلا، التوم هو او البصل هما من المركبات اللي فيهم الفوسفور بالضبط، وفيهم مركبات ديال الكبريت لا سولفارين، هادو كيعطيو مضادات اكسده قويه ويزيدنا في المناعه الجسم. فباكلنا مثلا هاد المواد زيت البلديه والثوم، هما الدراسات اكدت على ان بلدان البحر الابيض المتوسط اللي التغذيه ديالهم تتعتمد على زيت الزيتون والثوم هو اقل عدد من السرطانات. هنا عطتنا الحاله القويه ديال هاد المواد اللي كناكلو. البيض البلدي بالضبط اللي مزيان، خصنا نبقاو نقولوا البيض البلدي ماشي البيض الرومي، البيض البلدي غني مواد لوتيين، لا فيتامين ا، غادي بلو زنك، غادي هذا كيعاود كيعاود يثبت المناعه ديال الجسم. فهاد الشيء كامل نقص عندنا في الاكل ديالنا، وبقينا كناكلوا واحد المواد مصنعه، ولات عندنا تلوثات بالمضافات. الان تلوثات اللي خصنا نعرفوا تلوثات ديال المعادن الثقيله بالضبط، الميتولوغ خصنا نعرفوا. دابا الانسان بحيث كيموت لا يتحلل، تيبقى واحد الشهر ولا شهرين في القبر ديالو لا يتحلل، لانه مليء بالمواد السامه والمسرطنه الذي اكل في الحياه، فحتى الدود لا يستطيع ان ياكله. هذه واقع والدنيا كنعيشوا فيه. اذا باسم العولمه فقدنا المفاهيم الجيده للصحه الجيده. ولكن احنا كنتكلموا على كل هذه المسائل هذه، كيف يمكن اننا نرجعوا هاد كنتحصروا على الاشياء ديال التغذيه السليمه، خصوصا ان دكتور ولينا كان بطبيعه الحال، اسمحي لي قطعتك الاستاذه مريم القاسمي، ولينا تابعين في وليداتنا في شنو بغاو ياكلوا.
كناكلوا معاهم داك الشيء. نقطه علاش بغيت نهضر القصيده واقيلا خديتها لكم ماشي مشكله قلت القصيده ولينا كنتبعوهم شنو بغاو ياكلوا بغاو لي فاست فود حتى حنا كنلقاو راسنا ماشي كنطيبوا في الدار كنديروا معاهم داك الشيء اللي بغاو هما لي بات بالليل يعني ما بقاتش هذيك التغذيه المتوازنه والسليمه ومريقه وطويجين وزويته بلديه في الصباح يفطروا بها الناس شحال هذه كانوا كيلزموا علينا والدينا لا خذ خبيز كامل بزويته بلديه ولا بزبيده ولا هذا لا دابا الشوكولا مجموعه ديال الامور لا كونفيتور حنا ولينا غاديين على هواهم فما هذه ربما واحد النقطه اللي غيروا نمط الحياه كنهضروا عليها ديما ان كنقول بان كيبدا التغذيه السليمه كتبدا من الحمل ديال الام ربما من قبل من حياتها هي وكاين هذوك البكتيريات النافعه اللي كتكون راه كدوز ملي كتكون الام حامل كدوز ملي كتولد الام ولاده طبيعيه الطفل كياخذ البكتيريات معاه وكيكون لانتستان ديالو مجهز انه يهضم مزيان وانه يمتص ويكون واحد الامتصاص اللي هو مزيان هذا واحد الموضوع اللي هو اني اللي هضرت عليه على لا فلور انتستينال هذا موضوع اللي هو اني واللي لقى بان كيتحكم بزاف ديال الامراض لوبيزيتي كاع الامراض الاغلبيه ديال الامراض لقاو بان كيجوا من لا فلور انتستينال دونك كنركزوا عليه كنقولوا الاطفال في الاول راه كيكونوا اللي عطيناهم راه ماشي ولدي الا ما كيبغيش هادي ولدي ولادنا علاش ربيناهم راه اللي لقاو كتاكل مرآه الاشنو كتاكل العائله داكشي باش كنقول ديما الامهات ما تقوليليش انا ولدي ما كياكلش ولدي ما كياكلش راك انت اللي ربيتي في هذه الاشياء حتى حاجه حتى هذه ممكن نهضروا عليها ان الحساسيات براسها راه كتكون ديفلوبي من طرف العائله ومن طرف لو مود دو في دونك كنقول بان من الصغر نعودوا وليداتنا ياكلوا الحاجه اللي طبيعيه ماشي غنحرمهم نقول لا راه لا في سوسيال وهذا مره مره ماشي مشكل مره مره يخليه ياكل شي حاجه اللي هي خايبه ولكن لو كوتيديان خاصني يكون كناكل الحاجه اللي مزيانه يكونوا كياكلوا الزيت البلديه سميدات الشعير الخضار فواكه طبيعيه هادو راه مهمين الخبز الكامل اللي ما بقاش دابا وتكلم عليه الدكتور البلديه الخميره البلديه مهمه حتى هي البروبيوتيكس الخميره البلديه دونك حاجه اخرى ركزت عليها هضرت على المعلبات ونسيت السكر السكر نرجعوا لهذه النقطه حتى ما نخليوش المكالمه كثير كتنتظر محمد بن قرير اهلا وسهلا محمد مرحبا سيدي تفضل نقص الراديو عافاك الا سمحتي باش نتواصلوا معك مزيان اها مرحبا سيدي مرحبا تفضل مرحبا الحمد لله كنسمع فيك كثر خيركم هذا البرنامج ديالكم كاع حمويين انا سمعت هذا الدكتور قال لك هذا الفيروس ما كيداوش فين انا كنشوف عندي واحد لي شامبينيون كيمشيو كيتحركوا عندي الجهه ديال التنفس ولا كل شيء ايوا ما كيداوش واش هاد الشامبينيون نيت كيبقى هكا دائما ولا واش واحد الطبيب قال لك ماشي ميكروب واخا يبقى فيك الو باغي تسولينا نعم احنا في الاستماع نعم نعم واخا يكون خروج على الموضوع ولكن غادي لا هو حل الفيروس يعني الله اعلم بغيت ناكدوا منه بعد ما كيداوش ان شاء الله غادي نجاوبوا بسرعه باش نبقاو في موضوعنا اللي كنناقشوا حقيقه فيروس كورونا والوقايه من فيروس كورونا حتى ما يكونش خروج على الموضوع من فضلكم نبقاو في هذا الاطار الناس اللي كيتصلوا بنا والناس كذلك اللي كيتفاعلوا معنا عبر الصفحه ديالنا فيسبوك جاوبوا دكتور نجاوبوا على المشكل الشامبينيون والشامبينيون حتى هو جرثومه خاصها تسداو وإلا ما داواتش راه تدخل تتلقى أعراض في العظم ومن العظم للكبد ولهذا من تنصح المستمع الكريم أن أي ميكروب خصو يداوى والشامبينيو عنده دواه وعنده أطباء اختصاصيين اللي يقدروا يداويوه دونك هذا الموضوع نحاولوا نعم كنا جاوبنا عليه إن شاء الله بالنسبة للنقطة اللي بقينا فيها وهي السكري عاد نرجعوا عندك قبل من السكري بغيت ماشي السكري السكر بالضبط انا بغيت السكر بالضبط نناقش مع الاخت دكتور كمال على جبد الفوسفور سي كمال وهذا نقطه مهمه اللي كاينه في اللي هي مكمل لذاك لو سيكل دو كريبس نتاع الخليه نتاع تاع الميتابوليزم تاع لا سيلول هو مهم بزاف وهذا ما تلقاوش في المعلب تيمشي في الفوا تي اندستريزي تيتصاوب في معلب تيضيع لنا انا حاولت نبحث في هذا الفوسفور لقيت ان ما بقاش عنده دور تيدخل بواحد الدور ملي تيتعلب ولكن ما تيعطيش واحد الدور 100% ولهذا لو سيكل دو كريبس لا سيلول ما تخدمش تاع الخليه هذه نقطه النقطه الثانيه الاطفال
تيظل لي ما نشاطركمش 100% ان الاطفال ما يقدروش يكون عندهم سورتو الاطفال اللي عندهم امهات اللي كانوا حاملينهم كانوا عندهم مشكل المناعه دونك تيدوزوا المناعه عند الطفل واخا هو ما عندوش مناعه في الاول في, في, في الوجود ديالو في, في الدنيا اولا ثانيا الطفل هو الطفل عنده واحد لي زونتيكور سبيسيو كما قال الدكتور كمال ولكن تيدخلوا في الايامات الاولى وهذا الكورونا فيروس اعطى مشاكل في التنفس في الجهاز التنفسي والاطفال الصغار ملي تيتولدوا تنخافوا عليهم في هذه الاوقات اللي تيكون البرد عند لي برونكيوليت الرضع تيكون عندهم واحد لي برونكيوليت ودوك لي برونكيوليت براسهم هو الاعراض نتاع الكورونا فيروس ولهذا خصنا نحضيو شويه سي فري ما عندهمش ديك النسبه نتاع الوباء عندهم كثيره ولكن تما خصهم يتحضروا نعم هادو بالنسبه للاطفال الرضع ماشي بحال العجزه نعم مي الاطفال تما خصهم يتحضروا بزاف اللي سولوني عبر صفحه ديالنا فيسبوك كيفاش نقويو المناعه ديال الاطفال الرضع ان شاء الله غادي نجاوبو تاهي عليها ونبقاو في النقطه ديال الاطفال الرضع خصهم نعم. يرضعوا الحليب ديال الام ديالهم فقط الرضاعه الطبيعيه نعم لمده والام تبعد مجموعه من الاكل وتكون التغذيه ديالها بطبيعه التغذيه ديالها سليمه وبغيت نركز على السكر راه كيهبط المناعه بزاف وكيتغذاو عليه الميكروبات والسيليكونسيروز السكر راه واحد المشكل اللي هو كبير كان واحد شحال هذه كانوا الناس كيهضروا على لي ليبيد راه سي ديباسي انا بالنسبه لي لقى شي واحد كيهضر على الكوليسترول لا لي ليبيد فيهم المزيان وفيهم الخايب ولكن السكر ما فيهش المزيان والخايب بالضبط السكر كنهضر على السكر المصنع ما فيهش المزيان والخايب السكر اللي مزيان هو اللي كاين في الفواكه هو اللي طبيعي كاين في العسل في الشريحه في الزبيب هذا هو السكر هذا هو السكر اللي مزيان ما السكر الاخر كيهبط لنا المناعه وكيتغذاو عليه لي فيروس ولا سي لو كونسيروز دونك خاصنا نحيدوه ايفيت انا كنحيدو ما كنقولهمش نقصوه ما حيدوه حاجه واحد الحاجه اخرى مهمه بطبيعه الحال السكر خاصو يتحيد في مره السكر غير طبيعي خاصو يتحيد في مره واحد الحاجه اخرى مهمه اللي كتزيدنا في المناعه الرياضه لاكتيفيتي فيزيك ما عمرنا نساو ملي كنقولوا تغذيه سليمه كنهضروا على لاكتيفيتي فيزيك وهذا داخله في الاكسجيناسيون اللي هضر عليها الدكتور لان الاكسجين سي الاكسجين ملي كدير رياضه وكتكون عندك الحركه الاكسجين كيتبدل والخلايا ديالك كتبدل وكتكون عندك مناعه وقدره على انك تقاوم الفيروسات والميكروبات نعم اذا بالنسبه لمها قالت على انا بعد تحيه طيبه لكم شكرا مها قالت زيت الزيتون والعسل والتمر هو فطوري كل صباح هذه 40 سنه وهذه العاده دوزتها لبناتي بجوج جميل جميل جدا هذا الامر هذا كاين من طبيعه الحال الناس اللي كيفطروا فطور اللي هو صحي وطبيعي وكاين الناس اللي لا لا المساله ديال السكر اللي هضرت عليها الاستاذه هو وبالفعل السكر يدخل من ضمن الان المخدرات نعم ديبوندون بحال الشكل ديال الشجائر أو أكثر أو أكثر قارنوا مع الكوكايين لأن العقل أو الدماغ تيبغي واحد الكمية ديال السكر لأنه هو من بين الأشياء اللي كيستهلك الدماغ هو السكر والأكسجين شنو نقولوا العقل السليم في الجسم السليم إذن هذه المواد السكر شحال ما عطيتي الجسم السكر فهو تيطلب أكثر السكريات كيعطيونا لي زيدروكاربور وهاد لي زيدروكاربور واخا نقولوا حنا انسان رياضي هو محتاج الى ماده السكر لان خصنا نعرفوا الخليه ملي كيدخل السكر كيدخل الاكسجين كيدوزوا لواحد المكان او واحد الوزين كبير اللي هو الميتوكوندري اللي كيتحرق فيه السكر باش كتعطينا لي زاتيبي اللي هي الطاقه هنا مهم جدا هو السكر ولكن على حسب الميتابوليزم ديال الانسان الاحتياجات ديال الانسان فحتى الانسان الرياضي مثلا الذي يحتاج الى السكر فهنا باش يستافد من السكر ويرجع على عباره عن عضلات فهو محتاج الى الفيتامينات باء القطراني الحبوب لان هي اللي غادي تحولنا الكامله هي اللي غادي تحرق لنا هذاك السكر باش يرجع عضلات في الحاجه المضاده هي انه غادي يرجع دهن وبالتالي غادي يرجع لنا مشاكل
في الصحه ديالنا. فعبد الله طرح علينا سؤال، قال واحد الخلطه كيشوفها كثير عبر مواقع التواصل كيقولوا كتقوي المناعه، الشريحه مع الثومه وزيت الزيتون، بغيت شي توضيح حول هذه المساله. نعم تفضلوا. المواد اللي قلنا الفواكه الجافه هي غنيه بحمض الايلاجيك، وحمض الايلاجيك يدخل بالفعل في المناعه. زيت الزيتون غنية بمواد مضادة للأكسدة، البوليفينول، الفلافونويدات، أيضا الأوروبيين، الفيتامين كاملين بشكل الذاتي ديالهم. فخصنا نعرفوا بأن حتى التمار التي نأكل فهي غنية بواحد الحمض اللي هو مهم بزاف، وكيدخل في الامتصاص، وكيدخل أيضا في المناعة، اللي هو فيتامين سي أسيد أسكوربيك. وهذا بأن الفاكهة طورت نفسها بالطبيعة باش تخلق هذا الفيتامين، هذا مضاد الأكسدة، باش تحمي راسها. هذا الشيء الطبيعة كيفاش خلقتها. فالله سبحانه وتعالى خلق لنا هذه الفواكه اللي هي غنية بهذه الفيتامينات، دي بيتا كاروتين، الفواكه الملونة الصفراء الحمراء، هذو كاملين غنية بالبيتا كاروتين والريتينول، فيتامين أ اللي هي مضاد أكسدة قوي، ويزيد في تكاثر الخلايا. وعندما نزيد في تكاثر الخلايا فبالتالي نزيد في تكاثر الخلايا البيضاء أو الكويرات البيضاء اللي كتعطينا المناعة، أيضا في الجهاز اللمفاوي ديال الإنسان. المضادات الأكسدة اللي موجودة في الفيتامينات الطبيعية، الأوميغا 3 اللي هي مهمة جدا، هي زيت السمك اللي موجودة في واحد المواد ديال البحر أو فواكه البحر. أيضا هناك أيضا الحبوب، الحبوب اللي كنزيدو اللي كنا كنزيدوهم في الخبز واللي ما بقيناش كنتناولوهم، ك مثلا زنجلان، زريعة الكتان، حبة حلاوة، الحبة السوداء التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هي دواء لكل داء إلا السام، والسام هي الموت. وعندما أردنا أن نبحث في هذا الحديث وجدنا أن الحبة السوداء غنية بمواد الكارفاكرول، الكارفاكرول تزيد في مناعة الإنسان، وبالتالي عندما تكون عندنا المناعة قوية فنحن نحارب جميع الأمراض منهم حتى الفيروس كورونا. بالضبط. نعم. دنا لا كومبينيزون زوينه مزيانه، الشريحه نزيدوا عليها الثوم، الثوم كتعاون في لا بون سيركولاسيون ديال لو سون، الدم كيتحرك مزيان في الدات ديالنا، كتزيد في المناعه. قال الثوم والشريحه والزيت البلديه، هذه كومبينيزون اللي هي معروفه كنديروها. نقدروا نزيدوا عليها مثلا حنايا زعتر، زعتر كاين اللي كيدير غير الثومه والزيت البلديه بوحدها. بالضبط. الزعتر انا تطرقنا انا وياك في الفاصل لهذا القضيه ديال الزعتر مع الاوكاليبتوس مع الخزامه، شنو اخر، ازير. اذا هادو انا وصفه كنديرها انا اون بيرسون، كنديرهم في، ولكن باش كنستنشقوهم نقدر ندير غير الزيوت الاساسيه. بالضبط. ولكن الزيوت الاساسيه ديما لي زويل اسونسييل، الدراري اللي قل من 6 سنوات ما خاصهمش يشربوا، المرأة الحامل، المرضع. هذه حاجه، هذه واحد الحاجه خطر، لان كنلقاهم كيتباعوا الزيوت الاساسيه، وكيجيو نساء حوامل وكيتهزا وتبقى تشم فيها تشوف واش هذا. لا، نساء الحوامل والاطفال قل من 6 سنوات ما يستنشقوهمش، ولكن الا ما كانش عندنا نساء حوامل والاطفال اللي قل من 6 سنوات نديروهم، ولا ما نديرش الزيوت الاساسيه، ندير غير ازير والزعتر واوكاليبتوس، ونديرهم في واحد كاسخول ونسخنهم وندورهم في في الدار، كتحيد تيقول لك حتى الشيح مزيان. باش هادو شي حوايج في المناقشه ديالنا تناقشوا ديما في دوك لي غوسيت اللي كنا تنديروهم في الصغر ديالنا، هادشي كله كنعقل عليه انا مع والديا وجداتي. مابقيتش نشوفو، مابقيتش نشوفو. والنقطه اللي زاد سي فؤاد على جنجلان، على ولا على زريعه الكتان، زريعه الكتان فيها لاسيلينيك سناسيد كراكي تريزا، لا 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 الخبز كنا تناكلوه بزراعة الكتان، كانت معروفة دابا الزراعة بعدا اون جينيرال كان في الخبز، يعني ومعدلات هرمونية. نعم.
للاسف ما بقيناش كنشوفوه بالخصوص الهرمونات، الهرمونات النسائيه بالضبط. قبل ما ندوزوا للتحسيس وكما قلنا نستغلوا الحضور ديال الدكتور بلقادي والصيادله، وخصوصا كما قلنا ناس كثير كيقول لك الكمامات ارتفع الثمن ديالهم الى غير ذلك من الامور اللي غادي توضح لنا ان شاء الله دكتور. فكنتي ذكرتي استاذه مريم قلتي على ان سي عبد الله تكلم على الشريحه مع التمام عزيز الزيتون، فهناك بعض الخلطات اللي كتقوي المناعه. انت والدكتور فؤاد كمال يمكنكم سكنجبير، الماده هي مهمه بزاف. عطيونا سكنجبير حتى هو نستعملوه، الحامض، العسل، خرقوم، خرقوم يعد ومضاد قوي للالتهابات وجميع المشاكل اللي كتصيب الجهاز المناعي، وهو مضاد أكسدة أكثر من سكنجبير بعشر مرات بالضبط. ولكن هو يحتاج لكركمين، هي واحد لاموليكول كبيرة شوية، تحتاج إلى واحد المادة لكي تمتص، اللي هي لابيبيرين أو شوية الإبزار، هي سي لاباراسيتامول طبيعية. هو كيهبط السخانة، إذا لاحظنا بأن الوليد إذا كان فيه السخانة ولا الإنسان اللي كان فيه السخانة يمكن أن تشرب واحد الملعقة ديال 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 الكركما أو الخرقوم مطحونة، شوية ديال لابيبيرين، شوية ديال الإبزار، كأس من الليمون أو الحامض، ملعقة عسل، فهو جد مهم إلى المناعة ويقوي أيضا الجهاز اللمفاوي ديال الشخص ويعيد النشاط للخلايا ديال الكويرات البيضاء لمحاربة الجراثيم التي دخلت وسببت الحمى. بالتالي كورونا فيروس عندما تدخل الجسم فهو كيزيد في حرارة الأنف والحنجره. وحنا استمعنا فكرتيني في الحراره دكتور، ومشكور على انك ذكرتي الحراره. فبزاف ديال الدكاتره تنتبعهم دابا حاليا كيقول لك كل الاشياء اللي سخونه وكتسخن الجسم باش تقدروا تحاربوا بحال هاد لي فيروس. صحيح، لانه كانت عندنا في الثقافه ديالنا ديال نزلات البرد كنا كنديروا حنايا الدجاج البلدي بمجموعه من النباتات الطبيه والعطريه، الحلبه، السخن، التوابل سخان، هنا كيدخلوا وكنديروا ديك المريقه ديالهم وكنشربوا داك المرقه، لانه كتسخن الجسم وبالتالي كتعطينا عمليه لا تيرموجينيز. التدفئه اللي تكلم عليها الدكتور بالقاعده، التدفئه والحراره، بالتالي ان الحراره تترتفع وتتقتل الفيروسات اللي مصاحبه بداك الجو اللي كيكون رطب وجاف لتطور الفيروسات في هذه الاماكن المعينه. نعم، بغيت نذكر هنايا واحد حتى واحد الحاجه اللي عندنا في التغذيه ديالنا وكنساوها، الحريره. حريره مغربيه فيها الكرفس، بالضبط، قزبر، معدنوس، معدنوس، العدس، حمص، الحمص، سكنجبير، خرقوم. دونك راه واحد خصو يحيدوا من الدقيق، ولاو كيدوروا بالخضره، دابا كيدوروا بالخضره، كدار بالخضر، كان احسن بالخضر زائد الدقيق ديال اما ديال الشعير ولا ديال الكامل. جيد، الشعير ولا ديال الذره. دونك حتى هي مهمه وكانت كدار بزاف في الفتره ديال هاد الامراض وديال الشتاء، كدار لي سوب تعتبروهم سيرومات. انا دابا لي سيروم راه هما لي سوب القدام ديالنا. طبيعه الحال الحار اللي تكلم عليه الدكتور فؤاد كمال في الكواليس، الحار هو غني بماده لابيربيرين ولا كابسيسين، وهذا الحار خصنا نعرفوا بانه فيه لا فيتامين سي اربع مرات اكثر من الليمون والحامض. نعم، هو غني بهذه المواد اللي كيسخنوا وكيعطيو واحد التجديد للدوره الدمويه، وبالتالي كتكون فعالية أكبر للجهاز المناعي ضد الفيروسات المستقبلة. هاد الخميرة أيضا الخميرة البلدية اللي هي غنية بواحد البكتيريا اللبنية النافعة، غنية بكل ما هو فيتامينات باء، حتى الباء 12، إذن هما مهمين بزاف لتعزيز المناعة والامتصاص أيضا. نعم،
في نعم. البكتيريا النافعه. دكتور ما بقاش وقت طويل باش نمشيو عند دكتور بالقاضي نقراو السؤال ديال مها. الناس اللي كيتفاعلوا معنا عبر الصفحه ديالنا فيسبوك يقول لكم ما كتقراوش الاسئله ديالنا، بالعكس راه حنا كنقراو الاسئله ديالكم. مها قالت على ان الزوج ديالها هذه اسبوع وتاكد عليها دير ليه برماش او الرفيسه بقواعدها، كيقول لها كيقول لها لمقاومه هذا الفيروس، هل صحيح هذه الاكلات تستاهل يوقف عليها الواحد؟ قالت لكم باش زعما بطبيعه الحال، ولكن المشكل هو في الرغايف اللي كيتصابوا، الرغايف تحاول انها تصابهم ديال القمح صافي. الله يعطيك الستر، انا لهذه واحد الحاجه بغيت نشير ليها، ماشي الناس غنقول لهم راه الماكله واللي عاوتاني ياكلوا تولي سمنه، لا التغذيه المتوازنه راه براسها عاوتاني كتهبط المناعه. الماكله متوازنه يحاولوا انهم ما ياكلوش بزاف في الليل كما كنهضروا ديما، الليل تكون شي حاجه خفيفه، لي سوب الحريره شي حاجه اللي خفيفه، مواد طبيعيه، هذا هو الحاجه اللي كناكدوا عليها. رفيسه مزيانه بطبيعه الحال. نعم، اذا نور الدين كياكد هو الايطالي كياكد على الوقايه، قال عافاكم ولاد بلادي ديروا الوقايه، وحنا هذا الشيء علاش كنتكلموا سي نور الدين كون هاني، وهذا علاش درنا هذا البرنامج للوقايه بالدرجه الاولى. فنرجع عند الدكتور بالقاضي، وقلتي لي عطيني حيز من الزمن اللي نتكلم على التحسيس. مرحبا هو دكتور. نعم، حبذا لو نعطي واحد نبدا على الاتقال باش نعطي واحد امتي ريزومي. مرحبا. هو على المستمع الكريم للوقايه، دونك خصها تكون تغذيه متوازنه، ويكون فيها شرب الماء بزاف. نعم. والناس المسنين اللي ما قدروا يشربوا الماء كيت يدير لهم واحد كاع دي سيروم باش يقدروا يتريطاتاو، سي تري امبورتون. الرياضه كما قالوها ضروريه، الرياضه حتى لا ما عندوش وقت الرياضه ولا ما عندوش عنده اعراض اللي ما يقدرش يدير الرياضه يتحرك، حتى لا كاز الماء يمشي يجيبوا راسو باش يتحرك ويقدر يحرك الخليه ديالو فتاتو. النوم ماشي العميق، ولكن النوم في ذاك الوقت اللي شرط له في يامات في المسلم والسليم هو ينعس بكري وفيق بكري، مهم بدا باسكو على الكورتيزول اللي هضرنا عليه باش ما نعودوش. والتحسيس اللي نقولوه هو اللي ندخلوا فيه التحسيس. بغيت نشير لواحد نقطه مهمه كصيدلاني، وكما وقع هذه الايام الاخيره على مشكل نتاع الصيادله ومشكل ديال الاثمنه والكمامات، هو الصيدلاني. انا من هذا المنبر تنحاول نكونوا معتزين بصيادلات المغرب اللي كاينين من طنجه للقويره، وعدد ديالهم 12000، والدور ديالهم اللي عارفه وزاره الصحه وتيدار لي. انا من هذا المنبر تنحاول نوصل للناس المسؤولين في وزاره الصحه انهم خصو يزيدوا يعطي قيمه للصيادله، باسكو الصيادله في المشكل اللي عندنا اطباء ما عندناش جميع انحاء المغرب، وعندنا قلال. شي مره تلقاو في هذه المشاكل تاع التغذيه الصحيه الناس تمشي لبا الاطباء وما تلقاش بلاصتهم، خصهم يرجعوا للصيادله. نعم. الصيادله باش يعاونوهم هو نعتزوا بالحضور ديالهم وبمساعديهم المهمين المساعدين تاع الصيادله. راه يلغو بريزونت 50 60% من موظفين الدوله في ميجان الصحه. الا جمعتي 12000 ودرتي جوج مساعدين في كل صيدله، راه هي 24000 موظف اللي يقدر يعطي وقاء ويعطي بزاف المسائل للمواطن. وهذه النقطة مهمة باسكو ضمان تقديم أفضل علاج للمرضى، حيث الصيدلي تيدخل في المسائل الاجتماعية والاقتصادية. والمشكل الكبير اللي عندنا هو تيعرف المواطن تيعرف الصيدلي أنه هو لاكيس، هو ماشي لاكيس، هو راه ديبلومو دكتور في الصيدلة لكي يعطي الوصفة تاع الطبيب. وصفة الطبيب مهمة خاصها تعطى بطريقة سليمة، وإلا ما كاين الصيدلي وكاينين المساعدين ديالو حتى هما اللي تيكونوا عندهم واحد الدور مهم وفعال في الصيدلة. وبهذا المنبر تنشكروهم بزاف المساعدين. والنقطة الأخيرة اللي باش نحسس المواطن هو وأكثر وزارة الصحة أن صيادلة هو فضاء للمواطن، هو الصيدلي اللي واخد العبء ديال الفوند كوميرس ديالو، ولكن راه عاطي دور كبير للمواطن وتيعطيه شي مسائل مهمه اللي ما تتخلصش عليها. هو انه تيعطي الوصفه اللي مخلص عليها في لاشون دو كوميرس كمقيدين احنا في الكوميرس، ولكن النقطه الاخرى ما تتخلصش عليها، هو التحسيس، هو الاستشاره، هو تقديم المسائل اللي باش ما يطيحش المريض، يطيح المريض في شي مسائل غير نعم
غير مقبوله. نعم تبارك الله عليك، وحنا كنشدوا على يديكم بحراره من طبيعه الحال. مرحبا مرحبا دكاتره وكل الناس اللي كيشتغلوا في هذا القطاع، من طبيعه الحال حنا معكم قلبا وقالبا كي كنقولوا دائما. انتم الدور ديالكم من طبيعه الحال، حنا الدور ديالنا كاعلام توعيه وانتم كتكملونا، والدور ديالكم انتم التوعيه وكناخذوا من وقتكم شويه. شكرا لكل الناس اللي كيكونوا حاضرين معنا في برنامج صحتك والطبيب. اذا ناخذ يوسف من مكناس. يوسف نقاط عليه الخط لا بأس. غادي نختموا ونخلي لكم كلمة أخيرة باش نختموا الموضوع حقيقة فيروس كورونا، والله يشافي الجميع. نبداو الأستاذة مريم تفضلي. نعم. شكرا دنيا، كنشكرك على على البرنامج. العفو هذا واجب. وبطبيعة الحال بحضور ديال الدكاترة، شكرا. اللقاء كان مزيان ومفيد، كيكون تنوع كاين واحد التناغم الحمد لله. نعم. طبيعة الحال الحاجة اللي بغيت نأكد عليها هو الناس ديما حتى ملي كيكون شي واحد مريض آخر حاجة كيعطيوها الأهمية هي التغذية، بينما راه بالعكس. انا كنحاولوا ناكدوا لان حنا كاخصائيين في التغذيه كنلقاو هذا المشكل. حتى فاش كان في هذا المرض ديال كورونا كيشوفوا غير هذه عطينا واحد التغذيه ما عطيناش واحد الاهميه، بينما كما شفتي وكما هضرنا راه هضرنا على التغذيه وعلى الاهميه ديالها. اذا ماشي فقط فاش بان هذا الفيروس، راه خاص التغذيه نتعاملوا معها من قبل. صحيح. دونك كناكد عليها، كننصح الناس انهم يرجعوا للحوايج اللي كانوا عندنا طبيعيين، الخضر، الفواكه، البيض البلدي. نعطي مثال مثلا غير في الفطور، بيض البلدي، زيت بلديه، اتاي، الشاي الاخضر ما كرهتش الا كان الشاي الاخضر، سينو ما نغليوش بزاف. حنا كنبقاو نغليو اتاي حتى ما كيبقى فيه. راه دائما في الطبيعه دواك فقره عند الدكتور فؤاد كمال يوم الخميس من 9:30 ل10 كيركز على المساله دي. يا لا تطبخ الاعشاب، لا تطبخ، كيركز عليها دائما. شيء اخضر ولا غنديروا الماء ونشربوا كما هو، ما يكونش فيه بطبيعه الحال السكر. احنا كلينا واحد الفطور اللي هو متنوع، نقدروا نعطيو وليداتنا يديو معاهم مثلا خبز كامل مدهون بزويته ولا مدهون باملو ولا مكسرات، لوز، قرقاع، زبيب، كاوكاو، ولا بواطه السردين. احنا بلد السردين ورخيص. شي حاجه اللي يقدروا احسن حاجه تقدر تعطي الولد ديالك هو بواطه السردين. دابا الا قلتي الام واش تعطيها تقول لك واش ولدي بناي غنعطيه بواطه السردين. مشكل. نشوف العقليه بالعكس. واش السردين انا كنت في الولايات المتحده الامريكيه هو من بين المنتوجات الغاليه اللي ما كيوصلهاش اي واحد. مهم لان احنا بلد السردين هو اول بلد المغرب، هذا خصنا يستافدوا. ماشي فقط احسن حاجه كنشدوا على البنيه بحراره لان كيقوم بواحد المجهود وواحد العمل. هذا بالعكس هما كياخذوا داك السردين لان مفيد وغني بالاوميغا 3 وهذا، وتا حنا كنضمنوا معاه وتا حنا هما ما كيعرفوش علاش، ولكن الناس ما كيعرفوش اشياء. مثلا البنايه كياخذ بيصاره حيت كيبغي يدير الضاله، علاش؟ لانها كتعطيه واحد المقويات، واحد الطاقه. لا لا، عطيتيه مثلا الاكل، عطيتيه اللحم مع اي ناس اشياء اخرى، يقول لك لا تعطيني البيصاره باش ندير الضاله، لانه هي كتعطي السعرات الحراريه الكافيه في ديك الساعه باش تقدر تخدم واحد العمل شاق. نعم. هذو من الاشياء. نعم. المهمه. نعم. اللي عند الثقافه المغربيه ولاني علميا هي تثبت. نعم. نخلي الكلمه كذلك للدكتور القادم. وباش نختموا ان شاء الله هاد الجلسه اللي كانت مفيده، وحاولنا نناقشوا، كانوا بزاف الاسئله في الفيسبوك تيضربين. نعم. نقدروا نجاوبوا عليها من بعد اذا كان ان شاء الله. ولهذا دونك الوقايه، تنأكد على الوقايه وتنأكد باش ما تكونش هاد البلبله. هاد البلبله ما خصناش نكثروا منها وما قدوش نقصوا منها، هي خص تكون الوقايه الوقايه واخيرا الوقايه. نعم، الوقايه الوقايه ثم الوقايه. وهذا باش غادي نختم انا. شكرا للاستاذه مريم القاسم اخصائيه في التغذيه، شكرا للدكتور فؤاد كمال اخصائي في الاعشاب الطبيه والعطريه بمدينه مكناس، دكتور بالقاضي محمد شكري صيدلاني واخصائي في التغذيه الطبيه. شكرا لكل متتبعينا الاوفياء. اشكر علاء الاجروي اللي رافقني في تصوير الحلقه وفي الاخراج، ايضا فيصل الناصري في استقبال المكالمات الهاتفيه. لقائنا بكم غيتجدد الاسبوع المقبل في حلقه جديده من برنامج صحتك والطبيب. الى اللقاء.